السلام عليكم متابعي قناة كليكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم حنتكلم عن باب الحارة جزء 11، موعد عرض المسلسل ومن القنوات الناقلة راح تنقل العمل الفني هذا. عشان هيك قبل بداية الفيديو بتمنى تضغط لايك للفيديو وتدعمنا باشتراك في القناة. خلونا نبلش. عادة ما تشوقنا قناة ام بي سي 1 كل عام بعرض اعلانات مسلسل رمضان وبرامجها المتنوعة، وتطل علينا هذا العام كما عودتنا بعرض اعلان مسلسل باب الحارة جزء 11، والذي من المقرر ان يتم عرضه على قناة ام بي سي 1 وقنوات عربية اخرى خلال السباق الرمضاني لعام 2020، الا انه وبسبب الاحداث العالمية لحظر التجول والحجر المنزلي المفروض على دول العالم بسبب فيروس كورونا، فربما يتم تأجيل عرض مسلسل باب الحارة 11، حيث كان من المفترض عرض المسلسل في رمضان من عام 2020، ولأسباب التأخر باستكمال التصوير لبعض الحلقات، فقد تقرر تأجيل عرضه ليعرض لاحقاً. أما عن القنوات الناقلة للعمل الفني هذا، فبحسب ما نشرته وسائل إعلام فنية عبر مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن مسلسل باب الحارة جزء 11 الذي سيتم عرضه في رمضان هذا العام أو احتمال أن يتم عرضه في رمضان هذا العام سيكون محط أنظار كثير من المشاهدين في العالم العربي بحسب ما تم نقله في أخبار الفن والدراما الرمضانية، فمن المتوقع أن يتم عرض مسلسل باب الحارة جزء 11 على أكثر من 15 قناة عربية، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن العرض إلا في القنوات الفضائية ومنها قناة البي سي اللبنانية وقناة ام بي سي العراق وقناة ام بي سي 1 وقناة ال دي سي وقناة التلفزيون الأردني. بتشكرك على الوصول لنهاية الفيديو، هذا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبك، إذا عجبك الفيديو تنساش تضغط لايك للفيديو وتدعمنا باشتراك في القناة. سلام عليكم.